السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فصل جامعة روضوج منزل إسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء الكرام، نحن حاضرون في درس وفي الحصة لديوان الحماسة، فنحن مستعدون، أنتم أيضا. فنحن أولا نشرع العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض بني بولان من طج: نحن حبسنا بني جذيلة، بني جذيلة في نار من الحرب جحمة ضربي، نستوقد النبل بالحضيض ونسطى ذو نفوسا بنت على الكرم. وقال بعض بني بولان من طج: نحن حبسنا. يقول حبس يحبس حبسا، معناه حبسه وقبضه وقيده. جحمة، جحمة بتقديد من الجيم، كل نار شديدة الاشتعال. الضرم جمع ضرمة، وهي سعفة مشتعلة الرأس. نعم، يقول نحن حبسنا وقيدنا إخواننا وحلفاءنا بني جذيلة من طج في نار من الحرب مشتعلة الغرم اشتعالا شديدا. إن حبسناهم وقيدناهم. يقال بالأردية بني بولان جو قبیلہ طی کی ایک شاخ ہے، اس کے کسی شاعر نے کہا: ہم نے بنی جدیلہ کو تیز بھڑکتی ہوئی جنگ کی آگ میں روک ڈالا، قید کر ڈالا. نستوقد النبل بالحضید ونستا ذو نفوسا بنت على الكرم. استيقاد هو كناية عن الرمج الشديد. استيقاد النبل أي إيقاد النبل كناية عن الرمج الشديد، بحيث يورث اشتعال النصل. الحضيض معناه المكان المطمئن، الأرض المنخفضة. بنت، هذا أصله بنيت، فالشاعر أخرجه على لغة طج لأنهم يقولون في بقي بقى ورضي رضى، كأنهم يقرؤون من الكسرة بعدها ياء إلى الفتحة، فتقلب الياء ألفا. فهمتم؟ فلذلك يقول بنت، أصله بنيت. فهمتم؟ فالمعنى، يقول الشاعر حبسناهم، والحال أنا كنا نرميهم بالسهام رميا شديدا يوقد نصالها ويخرج النار بمكان مطمئن نصطاد بها نفوسا كراما بنت وخلقت على الكرم. فهمتم؟ يقال بالأردية هم ہموار زمین میں، نچلی زمین میں،
نیزوں کو بھڑکاتے ہیں. نیزوں کو بھڑکانے کا مطلب سخت نیزہ زنی کرتے ہیں، سخت تیر اندازی کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ایسے نفوس کا شکار کرتے ہیں، بنت علی الکرمی، جو نفوس کرم اور مہربانی پر کے عادی ہیں یا اس پر جن کی پیدائش ہوئی ہے. وقال رویشد بن کثیر الطائی یا ایها الراکب المزجی مطیته سائل بنی اسد ما هذا الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم اني انا الموت يا ايها الراكب المزجي. ها هنا المزجي، الراكب معناه واضح من الركوب. المزجي معناه هو المزجي اسم فاعل من ازجى يزجي ازجاء. الازجاء معناه الدفع الشديد، السوق القفج. فهمتم؟ مطية جمعه مطايا، معناه المركب من الخيل ومن الإبل. سائل اسم فعل بمعنى اسأل وبمعنى سل. بني أسد هو مفعول لقوله اسأل. ما هذا الصوت؟ لماذا ترفعون أصواتكم؟ وما أسمع منكم؟ فهمتم؟ فالمعنى يقول الشاعر يا أيها الراكب الذي هو يدفع مطيته دفعا شديدا عليك أن تسير إلى بني أسد مسرعا ثم اسألهم ما هذه الصيحة لماذا ترفعون أصواتكم ولماذا أنا أسمع منكم هكذا وهكذا عليك أن تبلغهم عني هذا الخبر وهذا الأمر. فهمتم؟ يقال بالأردية أي اپنی سواری کو سختی سے ہانکنے والے شخص، سوار تو چلا جا اور بنی اسد سے پوچھ لے کہ یہ آوازیں کیسی سننے میں آ رہی ہیں. وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم اني انا الموت وقل لهم ايضا هذا بادروا بادر يبادر مبادرة من المبادرة. هو صيغة أمر من المبادرة. فهمتم؟ بادر معناه قدم، المبادرة معناه التقديم. يبرئكم هو مضارع من التبرئة. برا يبرئ التبرئة معناه ينزهكم ويطهركم. فهمتم؟ يقول الشاعر وقل لهم بادروا بالعذر أي عليك أن تقول بعد الوصول إليهم أسرعوا في العذر وأسرعوا بالعذر إلي أي عليكم أن تأتوا إلي معتذرين مسرعا والتمسوا قولا واطلبوا قولا معقولا يطهركم من خطيتكم فإني أنا الموت حينما يمضي الوقت وأنتم لا تأتون إلي فأنا فاعلموا أني أنا الموت لكم فبعد ذلك أنا لا أسمع شيئا بل أنا أقتلكم فالتمسوا إلي واطلبوا عذرا معقولا يبرئكم ويطهركم من خطيئتكم فالتمسوا وبادروا إلي. يقال بالأردية ان سے کہہ دو
کہ وہ جلدی مجھ سے عذر خواہی کر لیں اور ایسی عذر تلاش کر لیں، ایسا معقول عذر تلاش کر لیں جو ان کو بری کر ڈالے، جو انہیں بے گناہ ثابت کرے، کیونکہ میں موت ہوں، وقت گزر گیا، نہیں آئے وہ میرے پاس، تو پھر بعد میں قتل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان تذنبوا ثم تأتینی بقیتکم فما علی بذنب عندکم فوتو، اے ان تذنبوا اے ان وقع منکم الذنب وانتم لا تأتون الی معتذری ثم بعد ذلك حينما مضى الوقت اتت بقيتكم وخياركم الي ففي ذلك الوقت انا لا اقبل عذركم ولا اقبل العذر من بقيتكم بل انا اقتلكم وفي ذلك القتل ليس علي من الذنب حينما فات منكم الوقت، فهمتم؟ فالمعنى بالارديه، اگر تم نے گناہ کیا پھر تمہارے اچھے لوگ میرے پاس عذر خواہی کے لیے آئے، تو اب ایسے وقت میں میرے اوپر تم کو سزا دینا، تمہارا قتل، یہ گناہ نہیں ہوگا، جبکہ وقت نکل چکا ہو، عندکم فوتو، جبکہ تم سے وقت عذر خواہی تم سے فوت ہو چکا ہو۔ وقال عنيف بن الزبان النبهاني جمعنا لكم من حي أوف ومالك كتائب يردي المقرفين نكالها لهم عجز بالرمل فالحزن خلبا وقد جاوزت حي جديس ورعالها وتحت نحور الخيل حرشف رجلة تتاح لغرات القلوب نبالها أبى لهم أن يعرفوا الضيم أنهم بنو ناطق كانت كثيرا عيالها. قال أنيف بن زبان النبهاني، هو أنيف مصغر وشاعر جاهلي يخاطب بني أسد بن خزيمة، يقول جمعنا، معناه جمع، معناه واضح، الحج معناه القبيلة، الكتائب جمع الكتيبة، الكتيبة معناه الجيش العظيم، فالمعنى جمعنا لكم من حي عوف ومالك، أي إننا قد جمعنا لكم من حي عوف ورهط مالك جماعات كثيرة هم في غاية من الخوف والدهشة يهلك عذابها وقتالها، فهمتم؟ فإنهم من أمهات عربيات، فهمتم؟ لا يقابلها إلا العرب الصحاح، والمقرف معناه الذي أمه عربية وأبوه مولاه، وها هنا لفظ آخر وهو الهجين، الهجين الذي أبوه عربي وأمه أمه، النكال معنى هو العذاب، فهمتم معنى؟ أي إنا جمعنا لكم من حي عوف ومن رهط مالك كتائب وجماعات كثيرة يهلك المقرفين نكالها، أي عذابها يهلك المقرفين ويهلك من كان أمه عربية وأبوه مولاه، فالمعنى بالأردية، هم نے تمہارے لیے قبیلہ عوف قبیلہ مالک دونوں قبیلوں سے بڑے بڑے لشکر جمع کر لیے کہ ان میں سے ہر ایک دوغلے لوگوں کو ان کا عذاب اور ان کی سزا دوغلے لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے، دوغلا یعنی جس کی ماں عربی ہو اور باپ
غلام ہو تو اس کو مقرف کہتے ہیں. اس کے بنسبت ایک دوسرا لفظ حجین بولا جاتا ہے عربی میں. حجین اس لفظ اس شخص پر بولتے ہیں جس کا باپ عربی ہو اور ماں باندی ہو, اسے حجین بولتے ہیں, اور اس کا الٹا ہو تو اسے مقرف بولتے ہیں, دوغلا جس کو اردو میں بولتے ہیں. لہم عجزن بالرمل فالحسن فاللوا وقد جاوزت حی جدیس جدیس ریعالوها. عجز مؤخر الشیح وریعال مقدم الشیح ویبین فی هذا البیت الکسرت للکتیبہ وللجماعه. يقول نحن قد جمعنا عسكرا عظيما وجيشا خطيرا هو كثير افرادها له عجز بالرمل. الرمل هو الحزن فاللواء, كل واحد من هذه الثلاث اسم للمواضع. الرمل اسم للموضع, الحزن اسم للموضع, والفلبة اسم للموضع. يقول حينما يسافر تلك الكتائب وحينما تسير تلك الكتائب فينظر في ذلك الوقت أن مؤخر تلك الكتيبة يكون في موضع الرمل ثم بعد ذلك الحزن ثم بعد ذلك اللواء. وقد والحال أن مقدمها قد جاوزت قبيلة جديس. فهمتم؟ فالمعنى بالأردية وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان کے لشکر کا پچھلا حصہ مقام رم میں, حزن میں, پھر لوا میں رہتا ہے, اور جبکہ اس کا اگلا حصہ قبیلہ جدید سے آگے بڑھ گیا ہوتا ہے, اور ان جگہوں کے مابین بہت لمبا فرق ہے. بتانا مقصد ہے کہ بہت بڑے لشکر ہیں. وتحت نحور الخيل حرشف ورجلة تطاح لغرات القلوب نبالها. تحت نحور الخيل, نحور جمع النحر, معناه الحلقوم او مكان النحر. الخيل معناه الفرسان. حرشف رجلة, حرشف معناه جماعة, جماعة طائر صغيرة. رجلة جمع راجل بالكسر وبفتح الراء, رجلة ورجلة. الرجلة ورجلة معناه المشاة. تتاح وتستعد. أتاح يتيح إتاحة, معناه قدره. تتاح تقدر لغرات القلوب. الغرات غرة القلب, معناه الغرة القلب حلقة سوداء, نقطة سوداء في وسط القلب. فهمتم؟ نبال جمع نبل وهو اسم جمع للسهم من غير لفظه. فهمتم؟ فالمعنى يقول الشاعر إننا قد جمعنا جماعات كثيرة تتكون من خيل ورجلة وهي تشتمل على الفرسان وعلى الركبان. حيث يقول تحت نهور الخيل أي أمام الفرسان رجال وجماعات رجلة وتتاح نبالها وتقدر نبال تلك الرجلة لغرات القلوب فإنهم يرمون بالسهام غرات القلوب للأعداء. يقال بالأردية. اور گھڑ سواروں کے سامنے
ان کے گلوں کے آگے، ان کے گلوں کے نیچے یعنی سامنے، گھڑ سواروں سے آگے پاپیادہ کی جماعت ہے۔ جو پاپیادہ لوگ، ان کے تیر دلوں کے نقطے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، مقدر ہیں۔ ابالهم ان يعرف الضيم انهم بنو ناطق كانت كثيرا عيالها، ابالهم ان يعرف الضيم اي كله اي انهم ينكرون وهم لا يعرفون الضيم، فانه لا يتمكن احد ان يضيم ان يتعدي او ان يظلم عليهم، فلا يعتدي عليهم احد، فلذلك هم لا يعرفون الضيم والجور ولا يعرفون الظلم، فهم ينكرون عرفان الضيم والظلم. لماذا لا يتمكن ولا يستطيع أحد أن يظلم عليهم؟ فوجهه أنهم بنو ناطق. ناطق صفة للمرأة، يقال امرأة ناطق، أي امرأة كثيرة الأولاد. كانت كثيرا عيالها هو تفسير لناطق، فالمعنى أنهم بنو ناطق أي إنهم أولاد امرأة كثيرة الأولاد، فعددهم وهم أكثر نفرا وأكثر عددا، هم كثير عددهم، فلذلك لا يتمكن أحد ولا ينظر إليهم أحد استحقارا ولا ينظر إليهم أحد ظلما، فهم لا يعرفون الظلم. يقال بالأردية أبا لهم أن يعرفوا الضيم عندهم. وہ تو اسی بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ظلم کو پہچانے، یعنی ظلم کے پہچاننے ہی سے وہ انکار کرتے ہیں، وہ ظلم آشنا نہیں ہے، انہوں نے ظلم دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہم بنو ناطق، کیونکہ وہ ایک ایسی عورت کی اولاد ہیں جس کے بچے بہت زیادہ تھے، تو وہ اپنے کثرت عادت کی بنا پر، اپنی بہادری کی بنا پر، ان پر کوئی شخص ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ظلم آشنا نہیں ہے، اس لیے وہ معرفت ظلم سے انکار کرتے ہیں۔ فالآن ينتهي الدرس، فنحن نلاقيكم ان شاء الله فيما بعد، فانتم منتظرون واني معكم من المنتظرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.